كسرت قلبه وصدمته صدمة عمره، وخلته يطلع في فيديو يعيط ويقول لها روحيله. سابته وراحت لحد تاني وصاحبته فترة، ولأن كما تدين تدان، وربنا مش بيسيب حق حد. وممكن يكون عبدالله التركي شالها من قلبه ونسيها، لكن ربنا ما بينساش. ربنا جاب لعبدالله التركي حقه تالت ومتلت من نيرة اللي خدعته، وفوق ده كله عوضه بحب عمره هايدي كامل، اللي الفترة الأخيرة قلبوا السوشيال ميديا بحركاتهم الجريئة وصورهم وفيديوهاتهم اللي كلها لمس وأحضان. لسه مخطوبين وبيتعاملوا زي المتجوزين. فيا ترى إيه اللي حصل بين عبدالله ونيرة، وإزاي عرفت شهاب عليه؟ إزاي نيرة حصل فيها النفس اللي عملته مع عبدالله؟ اللي عمله عبدالله مع هايدي ونيرة مؤخراً خلى الناس تضرب كف على كف، وقالوا بينكش في القديم تاني ليه؟ تفتكروا ناول نيرة على حاجة؟ مش هتصدق. نيرة اللي سابت عبدالله التركي، ولا عبدالله هو اللي ساب نيرة؟ من بعد ارتباط عبدالله بهايدي الفترة الأخيرة وظهورهم الجريء مع بعض وخروجهم وسفرهم عمال على بطال، في اللي فرحان لهم ومبسوط بعلاقتهم وقالوا انهم كاتبين الكتاب وانها مراته فعلا، واللي استفزهم حركاتهم وتصرفاتهم جدا، وبداوا يدوروا ورا عبد الله ويعرفوا مين ده وبيعمل ايه ومين هايدي دي وعلاقتهم بنيره وشهاب ايه. هي دايره كده بيلفوا فيها ملهاش اخر. عبد الله كان مرتبط بنيره وكانوا عاملين شغل عالي قوي على التيك توك في الفيديوهات مع بعض، وفجاه ظهر عبد الله في فيديو بيعيط بحرقه قوي ومكسور وقال لها بعلو صوته روحي له. نيرة ما كدبتش خبر، وزي ما يكون كانت مستنية الأوكي من عبدالله هو اللي قال لها روحي له. وبعد فترة نيرة بقت تظهر مع والد تاني اسمه شهاب، وبقوا يعملوا فيديوهات سوا، وحل شهاب محل عبدالله. نيرة في الفترة دي مرت بأزمة نفسية كبيرة وبعدت عن السوشيال ميديا كام أسبوع كده، ورجعت ظهرت في لايف وشرحت فيه كل اللي حصل. بس نيرة أكدت إنها ما خدعتهوش، هو اللي طلب منها ما يكملش في العلاقة. حاولت تفهم السبب وإنها تصلح كل اللي عملته لو فعلاً عملت حاجة، لكنه ساعتها رفض وقال لها لا ولا عايزك ولا عايز حد يعوزني، وقالت إن كل الكلام ده شاذ ومعاها الإثبات. لكن ظهور عبدالله ده بيقول لها روحي له خلى الناس تقول غير كده، وظهرت قدام الناس البنت الندلة الخاينة اللي بتلعب بيه. لكن هي قالت أنا ممكن أكون غلطت إن طلعت مع ولد، بس ما استاهلش كل ده وكل اللي مريت بيه، انا مظلومه. نيره ارتبطت بشاب بعد ما فركشت مع عبد الله وداقت من نفس الكاس وتعمل فيها زي اللي عملته مع التركي، لكنها قالت ان عمرها ما كان في حاجه بينها وبين شهاب خالص، لا عداوه ولا حب، وكل اللي بيتقال مش حقيقي. ولمت على عبد الله بتقول له اروح لمين؟ انت عايز تبيني اني وحشه وسبت ده ورحت لده؟ طب انا سمعتي كبنت ما فكرتش فيا؟ الحقيقة إن نيرة بعد الخازوق اللي أخدته من شهاب وسابها وراح لواحدة تانية أجمل منها، رجعت تحن لعبدالله وأيام عبدالله من جديد، وندمت على اللي عملته فيه. حاولت ترجع وحاولت ترجع، لكن كان فات الأوان. عبدالله ربنا جبر بخاطره وعوضه بحب عمره هايدي، اللي قال عنها شفتها صدفة وما كنتش أعرف إنها النصيب الحلو ليا في الدنيا. حصل اللي محدش كان يتوقعه، نيرة وهايدي بقوا أصحاب وأكتر من الإخوات، وبقوا يظهروا مع بعض ويخرجوا ومعاهم عبدالله، حضرت خطوبتهم ورقصت ويبان إنها ولا يهمها، وظهرت في فيديو وقال أحب أقدم لكم المدام وأخت المدام، وكل اللي فات إشاعات، إحنا التلاتة إخوات ما عدا المدام طبعاً، إحنا كبرنا وعقلنا كبر ومبقاش كلامهم يشغلنا. لكن بالظهور ده كل الناس هجمت عبدالله، خاصة إن نيرة كانت مكسوفة جدا وهي معاهم، وبكده يكون بيدور في الدفاتر القديمة وبيفتح على نفسه الماضي، وده بوجود نيرة في حياته من جديد. عبدالله وهايدي عندهم براند ونيرة بتعمل لهم ماركتينج ليهم عندها، فيا ترى ده تصرف طبيعي من عبدالله؟ هو قادر ينسى نيرة فعلا ولا تمثيل علشان الترند؟ ومصير علاقتهم التلاتة ببعض هتكون إيه؟ Thank you.